هذه الحرب هي حرب شنت على أطفال غزة، وهي حرب إبادة الهدف منها استهداف أطفالها لأن يمثلوا المستقبل ومستقبل غزة. يعني بالنسبة لحالة آدم، آدم بحالة نفسية جيدة، ولد عنده أحس النكتة مرح جدا، ولكن طبعا بنعرف نتيجة الفقد اللي عنده لآدم من ناحية فقد بيته، ألعابه، أصحابه، أهله، وجعه بالمستشفى، حاول التغيير عن الجرح، وآدم بدون بنج أو إجراء العمليات لإله بمستشفيات غزة بدون بنج، هيدا تارك أثر كتير عميق عند آدم، بيبين بلحظات من خلال تعاملنا معه ولما تفوت نيرس على المستشفى على غرفته على شكل إبرة، هون بيبين الصدمات اللي عايشها بمرق فيها آدم. الخبرة بهذا النوع المعقد والمركب من الإصابات بعلاجها موجود ببيروت بدرجة أعلى من أي مكان آخر بالعالم. هناك أخصائيين واستشاريين من كل التخصصات قضوا حياتهم المهنية بعلاج مصابين حرم في لبنان واجتياحات إسرائيلية. آدم في 29/10 انتقل لمشفى الأندونيسي، كانت الأمور صعبة جدا، كان آدم يتغير للجرح بدون أي بنج بدون أي مسكنات، أخذوا قرار أنهم يبتروا الإيد لكن إحنا رفضنا على مسؤوليتنا الشخصية. وبعد كده انتقل على مصر أخذ العلاج المناسب، أخذنا 6 شهور ومن ثم انتقلنا إلى لبنان بفعل مجموعة الدكتور غسان وبستي. أكيد نحن عم نشتغل على لوائح حماية الأطفال اللي موجودة بمصر، لأنه مثل ما بنعرف هلا ما بعد نرفع مسكن منظر منه الأطفال من بوقت ناطرين هلا في كم حالة بصدد تحضير لباسبوراتهم أو لفيزل. الاحتضان الشعبي والمؤسساتي للجرحى جزء أساسي من عملية إعادة التأهيل والعلاج النفسي والاجتماعي.